وبعد ذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد الحب ابن الحب، وفيه كبار الصحابة. فخرج الجيش وحددت له المهمة والوجهة، فخرج الجيش في الطريق وصله خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الجيش إلى المدينة المنورة، وعندما بويع الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخلافة أمر بإنفاذ جيش أسامة، أمر بخروج الجيش للقيام بالمهمة التي من أجلها جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الجيش وحقق المهمة وعاد بعد ذلك، وما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن استتب له الأمر وقضي على المرتدين إلا أنه جهز 4 جيوش تتجه لفتح بلاد الشام، وعلى رأس كل جيش عين قائدا. فكان أبو عبيدة عامر بن الجراح قائدا لجيش لفتح حمص، وكان يزيد بن أبي سفيان قائدا لجيش لفتح دمشق، والجيش الثالث كان قائده شرحبيل بن حسنة لفتح الأردن، أما الجيش الرابع فكان قائده عمرو بن العاص لفتح فلسطين. ذهبت الجيوش إلى هناك وتحققت فتوحات في عهد الخليفة الأول. ففي فلسطين، وهو ما يعنينا، في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتحت غزة ورفح واللد ورملة ونابلس وأسقلان وغيرها من المدن، هذه في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. لما توفي سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بويع بالخلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وواصل المسار ليكمل ما بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الحكمة أن تتغير الخطط، لكل وضع له خطته. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن يجعل القائد العام للجيوش في تلك البقعة بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، بعد أن كان قائدا عاما لها خالد بن الوليد، وذلك بعد أن أنهى المهمة التي من أجلها بعثه سيدنا أبو بكر إلى العراق. لما أنهى المهمة خالد بن الوليد وفتح الحيرة وغيرها، جاء عن طريق صحراء سماوة إلى بلاد الشام، يعني تولى القيادة العامة للجيوش. هذا في عهد سيدنا أبو بكر. ولما توفي سيدنا أبو بكر جاء بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرأى رأيا آخر اقتضى الأمر أنه يقوم بتعيين أبي عبيدة عمرو بن الجراح، وهو كان أحد الجيوش، يعني قائدا لأحد الجيوش ولم يكن قائدا عاما، كان القائد العام خالد بن الوليد، لكنه رأى سيدنا عمر أن يجعله قائدا عاما ويتحول خالد بن الوليد ليكون جنديا عاديا، ورجال الآخرة لا يفرق بين يكون قائدا وبين أن يكون جنديا، ما يفرق معهم، بل القائد يكون أكثر كلفة وأكثر مسؤولية من غيره من الجنود. وهنا
سيدنا عمر رضي الله عنه أمره أمرا مباشرا أن يتجه فورا إلى فتح بيت المقدس، وهذا معنى أن الأمور قد تهيأت في عهد سيدنا أبي بكر الصديق. فذهب الجيش الإسلامي وحاصر مدينة القدس 4 أشهر حتى استسلم أهلها. مدينة القدس مدينة تقع على ربوة جبلية، حولها تحيط بها أودية وحول الأودية جبال، يعني مدينة من حيث الجغرافيا مدينة محصنة، مدينة واقعة على ربوة جبلية حولها أودية، حول الأودية جبال. لكن المسؤول أو البطريق المسؤول عن بيت المقدس طلب من أبي عبيدة أن يأتي الخليفة لاستلام المفاتيح، مفاتيح بيت المقدس. فأرسل أبو عبيدة رسولا لهذا إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، وهنا استشار سيدنا عمر أصحابه أيذهب أو لا يذهب لاستلام المفاتيح. كل منهم رأى رأيا، كل من الرأيين هو يصب في مصلحة الإسلام والمسلمين، لكن كل منهما نظر إلى زاوية ما. فعثمان بن عفان رأى أن لا يذهب الخليفة، لأن الخليفة هذا يمثل المسلمين جميعا، هو رأس الهرم، فكيف يذهب ويستجيب لطلب ناس قد هزموا؟ بينما كان رأي علي بن أبي طالب أن يذهب الخليفة، لأن القدس ليست كأي مدينة أخرى، بل لها أهميتها ومكانتها، فتستحق أن يستلم مفاتيحها الخليفة. فذهب سيدنا عمر وصعد إلى المدينة، دخلها عن طريق جبل اسمه جبل سكويس، ولما وصل ارتقى الجبل، وصل نهاية الجبل تراءت له المدينة بيت المقدس، وكبر من معه وسجدوا شكرا لله، فسمي من ذلك اليوم من ذلك الوقت الجبل بجبل المكبر. فسيدنا عمر استلم المفاتيح، فسبحان الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم مفاتيح الكعبة المشرفة عام الفتح، فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه استلم مفاتيح بيت المقدس. ومعنى هذا استلام النبي صلى الله عليه وسلم لمفاتيح الكعبة المشرفة إنما هو استلام المسلمين جميعا لمفاتيح الكعبة المشرفة، لأنه ولي أمر المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من يمثل المسلمين جميعا. وكذلك كان الحال بالنسبة لاستلام سيدنا عمر مفاتيح بيت المقدس، فاستلامه للمفاتيح هو استلام المسلمين جميعا للمفاتيح، لأنه هو ولي أمر المسلمين، وهو الخليفة، وهو رأس الهرم، وهو الذي يمثل المسلمين جميعا. فاستلام المفاتيح للمدينتين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمكة، ومن قبل سيدنا عمر بالنسبة لبيت المقدس، هو استلام المسلمين جميعا لمفاتيح بيت المقدس. البيت الحرام وبيت المقدس.